اقف عدل بس كده في الاسم ولا اخو؟ اقف بس. ايه اللي انت لابسه ده بقى؟ ايه اللي انا لابسه؟ جاي تقول نكت؟ ها لا، لابس بيجامه ساعة النوم بس جايبي. بقول لك انت جيت من فرح اختك على هنا على طول، ما غيرتش من ساعتها؟ مش شايف البدله؟ انا ما استحماش بقى، معلش. كهربا، انت لما سبت الزمالك انت عارف انك هتروح الاهلي؟ لا انجز. لا انا بقول لك مرة بسألك وانت حورت. لا والله ما بحورش والله. انجز وقول الحقيقه يا كهربا. الاهلي بيجري في دمي بصراحه، بس انا ما بحورش والله. انت مقضيها برامج وخيه معاه عشان تلم حق الغرامه؟ دخلت مني كتير. مقضيها نحت. لازم بقى. لا مش كده، على مش اي حاجه يعني. طب انا اقول لك على حاجه يا كهربا. قول لي يا اخوي. انت لا هتاكل ولا تشرب معايا في الفقره دي. قول والله. فعدي اليوم وخف. مشي اليوم بس معايا انت وانا هعديه لك والله. جو القلق بقى اللي انت عامله ده، وتقعد تتعصب هنا وهنا وهنا، انا بياكلش معاك الكلام ده. عشان انت مني مش هتعصب عليك. ايه؟ انت ليه بتحب تاخد اللقطه؟ والله العظيم بص هقول لك على حاجه في الموضوع ده، كويس انت سالتني السؤال ده. موضوع اللقطه ده اصلا انا مش محتاجه، فانا ما عنديش مشكله اصلا، هي الكاميرا بتحبني، ده مش ذنبي. لا لا شيل ال مين بيحط على كهربا؟ معاش ولا كان؟ اللي عارف يحط عليا اخويا. طب مين هيحط على كهربا غيري؟ غيرك؟ انا قلت لك معاش ولا كان؟ كويس ان في بيني وبينك مسافه. هتعمل ايه يعني؟ لا في كتير، بس انت عشان حبيبي بس مش هعمل حاجه. مش سامع. انا بقول لك ما حدش يعرف يحط عليا ابدا. هعيد السؤال تاني، مين هيحط على كهربا غيري؟ انا بيني وبينك مسافه، خلينا. طيب ماشي، انت حبيبي. ايه يا كهربا؟ والله العظيم انت حبيبي، هصلح لو جيت لك احط عليك، فمش مش هجيلك. مش عارف خليني واقف هنا. مش عارف اشتغل. ما تعصبنيش. هتشوط عليا بيلن يعني؟ ما الكرسي لا رجلك تتكسر. لو في كوره هشوطها فيك. مودست المهاجم اللي جه سنه واحده وحط عليك. وانا هو اخوات، ما توقعش بيننا اطلع بره. يعني هو ما بيلعبش مهاجم اساسي؟ يلعب اساسي، وده انا اكتر واحد اساعده. هو اجمد منك وانت رقم ثلاثه. ده اجمد مني مليون مره، وانا رقم 10 في النادي الاهلي. عادي. وفي واحد اجمد منك كمان بعديه. كلهم اجمد مني، مفيش مشكله. حتى وسام بن علي ده اجمد مني مليون مره. انت رقم 3؟ انا رقم 10. قول كهربا رقم 3. اقول له قول كهربا رقم 3. انت كمان في ايه يا ناس يا جماعه؟ انت كمان في ايه يا عم؟ في ايه؟ يلا قول انا رقم 3. يا عم رقم 3 ايه يا عم؟ واحنا في الاسم. هيجي لك بجد. لا لا معلش الاسئله دي معلش برضو. طب قول كهربا رقم 3. اصبر معلش اكسر البتاع. قول على طول انجز. فين المايك ده؟ تقيل ده ولا خفيف؟ ما تجننيش. يلا قول الاسئله الحلوه. طب ارجع ارجع يا باشا. كهربا حبيبي ده غلبان ده على الجنب. يا باشا كهربا رقم 1 طول عمره. حلو كده؟ اهدى بقى جدع كده، انا احبك. انت نازل ايه لامام عاشور؟ لا ده اخويا، فانا كده هو كده كده لازم ينجح. هو الحمد لله ربنا كرمه ونجح، فهو بالنسبه لي دلوقتي هو رقم 1 في مصر. وانت رقم كام؟ رقم 15 بالنسبه معايا امام عاشور ومعايا حد في النادي الاهلي. اي حد في النادي الاهلي انا اخر واحد. طب لو جدع قول لي بقى، كولر لما بيند عليك بيقول لك ايه؟ لا ده حبيب قلبي ده، بيقول لي كهربا يلا جايين دلوقتي اهو يا حاجه. ما بيقولكش رقم 3 تعالى ورقم 3 روح؟ لا. طب انا هسالك سؤال وهتقول لي بصراحه من غير ما تحور. يا عم قسما بالله كل حاجه بصراحه. انت احرف. اخ قول للزمان يرجع زمان. انا طبعا. لا ما هو في حاجات ما ينفعش نقولها. طب قول لي والله العظيم. لا بص خلاص هشيل دي. كهربا بتحبني قد ايه؟ لا انت حبيبي، الحسابي معاك بعدين وانت عارف فين. وانت فاهمني. ايوه مش عايز اقول بس. امام عاشور ولا تامر عاشور؟ اسئلتك انت جاوب عليها انت، مش هجاوب عليها اخويا. احمد الشيخ ولا طارق الشيخ؟ اعمل الحاجات ديت يا عم، ده في مجال وده في مجال تاني. كهربا انت جاي تبوظ لي الفقره يعني؟ الفقره كده 100 100 وربنا. طب نوقف بس؟ يلا انا اخر واحد بقى. حسام حسن ولا ابراهيم حسن؟ الاثنين طبعا. طب امام عاشور ولا تامر عاشور؟ امام عاشور خلاص، امام عاشور. رضا عبد العال ولا رضا البحراوي؟ انجز يلا، الاسئله صعبه. الاثنين حبايبي. طب انت مع ولا ضد ان راجل محترم انا ومتربي خد بالك؟ بجد؟ قوي. 100 100.